يطرق الموت أبوابهم وبالرصاص والدم تزين ساحات لعبهم. ذلك مصير رسمه الاحتلال الصهيوني للطفل الفلسطيني، وبين الفينة والأخرى يسقط أحدهم شهيداً في لعبة القتل والدم التي يخطها الكيان الصهيوني في يومياته، وكأنه مصاص دماء يزداد ظمأ كلما أرى قدم الطفولة. لعبة كان آخر ضحاياها الشهيد الطفل عامر أبو زيتون في مخيم بلاطة شرقي نابلس. الله يرحمه ويتقبله يا رب. من خزك أقوى من رصاصه؟ هاي واحدة، هاي ثلاثة، رصاص دمدم دمدم فتفتفت 15 سنة واقف بتطلع عليه مطعوه، رصاصة مفجرة فجروا راسه، مخه ودمه هنا، صرخ صرخة ما صرخ غيره. شهيد جرمه الوحيد أنه أراد أن يطفئ جمرة الاشتياق لأخيه المعتقل منذ أيام بتوجهه إلى المحكمة حيث يقاضى شقيقه، فأطفأ قناصة الاحتلال نور حياته برصاصة غدر أصابته في الرأس. أخوه محبوس الأسبوعين أسير، بقول لي مين بيروح على المحكمة؟ بقول له أبوك على شغل بقدرش يروح، بدي أروح أنا. بحكي لي بقول له بروح أنا وياك، بقول لي لا أنت خليك وبروح أنا، مشتاق لمحمود بدي أشوفه. فقدت مالديته له طالع صار اللي صار. هي جريمة ليست الأولى في سجل الاحتلال المثقل بالدماء والجرم، وسط غضب فلسطيني عارم يتوعد بالرد بالفعل المقاوم. لكن ما يؤلم صمت غربي كثيرا ما تشدق بحماية الحقوق والأرواح من أي جرم، جرم يتعاظم بتحركهم في اتجاه يدفع الكيان الصهيوني لإزهاق مزيد من الأرواح. وإلا ماذا فعل المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني سوى قرارات سقطت قبل أن يجف حبرها؟